رمضان كريم يا اجمل فريق في الدنيا. الله اكبر. جاهزين للاتحاد؟ جاهزين. جاهزين للاتحاد؟ جاهزين. قبل اي حاجه وصلنا ده احمد 10 مليون. اوبا 10 مليون. اوبا رمضان احلى مع مين؟ ندى واحمد. مع مين؟ ندى واحمد. مع مين؟ ندى واحمد. ندى واحمد. ندى واحمد. بصوا يا جماعه لسه صاحيين من النوم طبعا كلنا سعانين. بصوا يا جماعه النهارده معانا تحدي جميل جدا. النهارده يا جماعه تحدي معانا شريموهات نبلعوها. لا بصوا يا جماعه معانا شريموهات. انت واحد يخلصهم؟ لا هنخلصهم فين دول؟ ماشي يا حبيبي مكرونه. بص يا حبيبي يا جماعه صاحب رقم القياسي في الشيرمو موسوعة جينيوس حط 350 شيرمو كده في بقه. يا نهار ابيض 350. انا اشوف كل واحد فيكم هيعرف يحط من الرقم القياسي او على حسب بقى. طب ممكن اقول لك على حاجه؟ هات كده. يعني هو انا ممكن كده هو احطها كده؟ لا بالطول. ما ينفعش تطبقها بالطول يعني. بقى ما ينفعش تطبقها كده كمان. تمام؟ ما فاهمين؟ بس قبل ما نبدأ التحدي يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتوصلوا الفيديو دوت ل 200 الف لايك عشان احنا بنحبكم لوجو اغلى واجمل حاجه في حياتنا. يلا بينا. مين اللي هيبدا الاول؟ حوده. حوده يلا بينا. اسطوره مصر. انا في التحدي ما حدش ادي. انا في التحدي ما حدش ادي. انا في التحدي صالح. خلوا صالح. خلوا صالح. انا في التحدي ما حدش ادي. انا في يلا للموسوعه. عاملها لك بالستوب ووتش. قد ايه؟ كام وقت؟ صح عشان كام وقت؟ قد ايه؟ خليه دقيقتين يقعد بيهم يستحملوا. دقيقتين. واحد اثنين. ثواني اهدى بس اهدى عايزك. اهدى. ماشي الوقت دقيقتين. يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. هتنفس طبعا في احلى حاجة مفتوحة تنفس. ولا انت بتنفس بقك يا هدى؟ ده اخد الحاج ده والله يا جدع. هو الكيس فيه 50. مش عارفة حوده هيخلص كيس. 50؟ اه هو حاطط بنقطة بس. حكى ولا ايه؟ طويلة والله. والله كيس 50. 50 دول 200. حطوا خلاص. حد انا حاسه ارجع. يا مقوي. يلا يا اسطورة. هو يا نهار ابيض انا مش طايقة ابص. حاسه ان انا هرجع. انا في التحدي ما حدش. تعالى جنب كده. انا في التحدي ما حدش. كم واحدة يا حودة؟ لسه ده حودة؟ ده حوده. ندى محمد كنت تاخد 20. لا بص حوده. بص حوده والله ممكن تاخد 20. هات احط لك انا اساعدك. عايزين تحوش. بس بك فرحانه. اساعدك. اختارها. عامل لي اسطوره ومش اسطوره. بقصه والله. بص بقصه يا ابني. حرام عليه. ينفع تحط تاني؟ فضل 45 ثانية. بس اقسم بالله جدع. كنت وقعت اجيب لها 70 كيس يا جدع. ابدا الصورة. انا اقرأ كده؟ اه طب زود عشان ناقص لك اقل من دقيقة. يلا يا اسطورة. اسطورة هيري. بيكح فيهم دقيقتين. ما احنا مش هناخدهم. يلا يا حرش. لا في نفس لسه في مكان اهو. الحرش. ابيض غلط يا ابني كده. وسمك ما بيحرش. ايه خفيف. يلا. انا يا رجع. ايوه صح. كده ولا واحد فوق. انا بقى. اهو. بص خمسة. الخمسة ايه ده اربعة. لا انت عدها. انت عدها. اربعة. أربعة. أربعة. طب في ملاخين كده حطها في ملاخينا. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 واحد. هو عمل كامل 350. انا بقى هعمل ايه؟ لو جبتي صاحي التاني عمل 350. 350 يا جماعه بتاعت فين ده ان شاء الله؟ ممكن شيبو بتاع السليه بتاعت البيبسي بتاعت الشغلانه خالص. لا هي دي الرفيعه. والله هي دي. طب هتعمل. طب يلا لو هتفوزه هيطلع. ماشي يلا خدها اهي. خد انا اخدها. يلا
محمود يا جماعه عمل 51 شيرمو. طب عمل 650 ليه؟ بيأدي زي حوده الثلاثه بخمسه بسبعه. نادى يا ابي هترجعك والله تخيل كنت عارف. والله بتخانقهم ازاي؟ ما دخلش جوه بقك خالص. جول جول مجلجل يا بلا انا عارف. انا عارف. ايه ده؟ ده كبير قوي. يلا يا جلاجيلو. يلا. واحد اثنين ثلاثه. انا جيت ادخلهم. لا ندى تخسر. قول 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 شكلك وحش يا ولد. هو دلوقتي في الشكل. لو سلمى بقى ما فيهاش بق. راح عشان الصلاه. انا بقيس. اهو جه يا ولاد. اهو جه يا ولاد. اهو جه يا ولاد. افرح يا ولاد. اهو جه يا ولاد. هيص يا ولاد. اهو جه يا ولاد. يا ولاد يا ولاد يا ولاد يا ولاد. مش عارفه اش اجري والله. يلا قول قول. بس كده. يلا شوي شوفوا سحنتك، شوف سحنتك عامله ازاي. ده اخر ده اهو. انا بقى اشوف سحنتك عامله ازاي. بيت سحنتك. انا اخش بعد ندم. اخش بعد ندم. بص شوي قول قول خش الالعاب. خلاص؟ ما انا عايزه اخش قبل ما الشيرمات تخلص. احمد بقى كفايه كده عملته. لا بس على الصبح. دخل واحده واحده. احمد انا بتصور بقى على الصبح. ادخل لك كمان واحده؟ ايوه كده ده احس ادرى اخيرا رجعت. ها خلاص عشان الصبح. لا زين يلا يا ندى لسه حاول تاني. حاول تاني في الالعاب. مش قادر. كم واحد عد انت احمد؟ انا 27 26 27 واحد اخي ترجعي. اثنين شفت ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 13 14 15 16 32 32 واحدة جدع والله. قول قول اديني واحدة. قول 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 مجلجل في الألعاب. بس بص العاب. قول قول ذكي. انت بتقلديني ليه؟ هي هي قول قول مجلجل. قول 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 قول. بصوا يا جدعان انا ضبط محمد. بص تحط الكيسري بقى. كوبري 45. ما ينفعش احط كوبري 45. يلا واحد اثنين ثلاثة. ينهار ابيض. النفق بتاع 45 ده ولا حاجه. ابيض والله. لا كان التحدي كان عايز ايه يا جماعه؟ ايه بس بقى جاي. هي كسبت والله. لا هي اللي كسبت. شايله بقى ولا سبعين واحد؟ خباك صعب. خليها هي اللي كسبت. انا اقول لك حاجه. لا خد 51 واحده لسه. انا كنت حاطهم في الاول والله. اقسم بالله. طب ازاي احمد جرب يا احمد؟ احنا عايز اجرب. اعمل 51 احمد. اجرب اجرب ايه؟ خد يا مكه. خد يا مكه. يا نهار ابيض. ده اخرك ده؟ خد ده اكتر منك يا حوده. ده اكتر مني صح؟ اثنين اربعه سته. ده محمد ممكن تلف بالجنب كده تقول لي الكاميرا. يا نهار اسود. لو انا كنت 32 فال 100 ناقص 32 في واقع منك. ايه 78. هي هتحط كله. هي حطت كله. لا لسه لسه ما خدناش الرقم الاساسي. انت خدت الكيس كله ده في واقع بقى. خد انا ده خد. ايه بقى ده كله؟ ايه كميه البق انت كويس؟ شيلوهم هنا ما تعملوش اكياس. سلمى يا جدعان بتقول شيلوهم هنا. امها عاوزاهم. عمتي زينه الشرموات دي هجيبها لك. هنخلصه ونجيبها لك ما تقلقيش. سلمى خايفه على امها. امبارح كنت عند عمتي زينه والله العظيم ما بهزر. لقيتها ماسكه اقسم بالله. شفت بتدخل ازاي؟ ازازه انت كده اقسم بالله. عديتي موسوعه جيل. عدت. نفسي اعرف اللي حط 350 واحد حطهم ازاي. مش عارفه والله. اكيد بقى افريقي كده. اكيد بقى افريقي كده كده. كده حطهم كده. خلاص كده؟ في واحده طالعه لبره. لا في خلينا نثبتش انت ناخد الرقم. ثبتش ناخد الرقم. يا رب يا. كفايه ما تحشرهمش هترجعي. خلاص هي هتاخد لها. خلاص دي شله دي شله. يا نهار ابيض. احمد خلاص وقفت. لا 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 كانت ماسكه ومحمد. لا هي هتكمل هتكمل. هم كده هي حد ما تقولي ستوب خلاص نعرفها. اه انت غلطان. انا كنت بمسك الرقم بتاعها. اهو دول خد لسه عد وخلاص. يلا ندى يلا انا هحاول انا ابص هحشر دول واحطه. الوقت دي الوقت فاضل كام ثانيه؟ لا لا 20 ثانيه. كده حلوه ندى خلاص. كده خلاص؟ خلاص؟ لا شو ده؟ انت جبار. كفايه كفايه بنت ترجعي. جلجل مجلجل في الالعاب. العاب العاب. اتدلع يا كيدهم اتدلع. هو يشيلها. اتدلع يا كيدهم. لا لو وقع تاني خلاص نحسبه. خلاص خلاص كده. خلاص في شعر في بقك.
وكمان وحاوي اثنين اثنين اربعة ستة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 في 50 26 27 28 59 58 انت كسبان انت كسبان يلا ادينا واحده يلا ادينا واحده اللي مع حمو مشيش حمو ايه ده لا يا كيد انا بقى بره انا شايل 70 حاجه في بقي اشوف كده بس انت خبيكم شكل دول يا احمد كده خدهم يا احمد ندى حط طبقه اهو جه يا ولاد بص هم بص هم هات وريني يا رمضان احلى مع مين ندى واحمد ندى واحمد ندى واحمد بص غاليه بقى بص يا جدعان ام يا جدعان ما تفكروا كسرونا كسرولا بص عمتي زينب انا بكره استنى يا احمد انا عشان اديك كده وانت لا يا احمد على قد ما فتحت مناخيرها اكبر من بقها أمي على فتحة مناخيرها شفتهم بتاعها عجزت يما عجزت يما وشاخ جريدك دي انت لسه ماسحة الشقة بيدي عجزتي فجأة ده احنا كل جمعة يما نبوس ايديك يما أمي مش بقى يا جدعان عشان نوضب شقتك وتقولي لها أمي وحش حط حط شوية كمان ولا ومالك ابيضتي ليه؟ حتى بكرة مش قادرة مش كنت زي يما دول نضاف دول وداخلي دول وحشين 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ايه ده 44 كسبتي ندى يخرب بيت حنك يا ام دلت عليكي حنك يا ولد البلد ندى ندى 32 ام يا جدعان ام يا جدعان اقول لكم على ميزه في امي امي فتحت حياه صحت ندى حياه امي يا جدعان عاوز اقول لكم على حاجه فتحت مناخيرها اكبر من بقها والله بصوا يا اخي محمد انت ولا عليها فتحت مناخير جايه كده 44 حلو قوي حتى بيقولوا لي مناخيرك ثمن ممثلين ايه دخل مناخير ممثلين يلا سلمى بطل بيرن سيستر السوشيال ميديا تتعلق دول البطل بطل بطل وتتنافس سمكك يا حريش حلاوتك يا حريش وسلمى اخذ خمسه سلمى اصغر بق في العالم لا والله العظيم لو اقف بيه كنت انت اللي شكلك انت اللي قايم عليك العقاب هاتي والنبي معايا عشان ايام الخدوس يا ولاد افرحوا يا ولاد لا ايه يا ام بق كبير يا ام بق كبير امي لا لا يا ام بق كبير امي يا جدعان يا ام مناخير كبيره لو شفت بينفع في الحالات دي لو شفت عمته زينه ما يعني والله عليها فتحه مناخير قد كده والله بص كده مش مناخير احمد عايزه اهو جه يا ولاد امي بتقول لي عايزه ما تلعب بيه لا لا انا قلت هتعمل رجع صح اهدي اهدي حط شوط غني مش قادره مش ماشي كل شويه مش ايه انت هتدي دول كلهم يعني اهدي يا مان شوفوا شوفوا بكام اتلخبطت في اسم سلمى يا جدعان بقول لها مي اديهم بقى طبعا انا بوجه رساله لواحده حبيبتي يا جدعان هنا بحبك وحشتيني بحبك وانت نور عيني لو انت مطلعه عيني بحبك موت يا حط ثواني طبعا دي رساله لواحده حبيبتي باتنين يا سلمى 5 6 بعمل لها كده تبقى فاهمه 8 9 10 11 بحبك 12 13 14 15 16 الحب بتاعي يا جدعان ملوش انساه 19 20 سلمى كده انا عادي 23 24 25 27 يا جدعان انا بدور على عروسه اليومين الجايين 30 كده لا كنت سلمى بس ليه 33 34 35 36 انا 34 يلا انا خلاص ثواني 31 عايز اقول لك على حاجه بيوجه رساله لمين انت توجه رساله تجيب اللي في بطنك كله لا لمي ولا لبنى ولا مين بالظبط تجيب اللي في بطنك كله اهو جه يا ولاد اوجه لك رساله وحشيني قوي مين دي؟ ما ده لا. بيقول لي لبنى انا هي عارفه يا عم اعمل لها كده هي عارفه يلا مين اللي عليه الدور سلمى سلمى عايز صاحبتي اقول لها مثلا مرتبط كنت زمان يا جدعان مرتبط ببنت وسلمى يعني كانت معايا صاحبتي تقول لي كنت تعارك معاها سلمى كانت بتصالحنا على بعض سلمى ما فيش كنت صغيره يا جماعه كان عندي 10 سنين لا يا جدعان الايام دي يا جدعان بعد ما اتجوزنا لا لا لا
يا برنس مصر بدي كسر كسر كسر. برنس مصر على طول موجود موجود موجود. برنس مصر مالوش حدود حدود حدود. برنس مصر بكمل عشانكو عشانكو. برنس مصر الناس عايزاه رمضان احلى مع مين؟ برنس مصر احمد مع برنس مصر. رمضان احلى مع مين؟ برنس مصر. رمضان احلى مع مين؟ برنس مصر. بدي كسر كسر كسر. برنس حدا استنى حدا يا سلمى. برنس مصر مش شايف انت يا احمد ومحمد حدا عمل خالص محمد وانت يا جدعان والله يا جدعان كنت مرتبط من سنه كده وسبتها سنه ما تعالت قويت لي حرام عليك تعال وفقك على بعض من سنه يا ابني يا ابني بقول له ايه اقول له انا اختك حبيبي احكي لي احكي لي انا دلوقتي مش سلمى انا اي اختك دلوقتي ممكن بتسحبه في الكلام لحد ما يقع بعد كده لا لا يهمني ولا ايه كل يوم بيقول لي ايه ده بيقول لي امنيه يا لبنى مين لبنى دي معرفه اشتيني ايه البق ده كله محمد يا محمد محمد هترجع هات 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 عمرك دخلت كراول لوحدي حتى معرفش احمد عامل ده مش مين عمال يجيب لنا حاجات عند مين محمد صاحب الحنك العالمي دخل في النص وحش في النص ايه ده جاموسه دي ولا ايه بص لما تيجي تحط بيطلع انا عامل لا حط في النص اتفس في النص هو اسنانه كانت ضايقاه هو عايز محمد انا علمه اصلك السنتين اللي قدام خدها بس كده كفايه في 10 كمان حطهم في النص لك في النص خلاص طبعا محمد فتحت من الخير يا جدعان زي امي واسع كام واحده بقى خسرت واحد هتلاقي 50 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 قدك 58 قد بعض برنس مصر دي كسر 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 برنس مصر على طول موجود عيبت عليه قلت له مايك كبير بص يا جماعه عايز اطلع قد بعض سبحان الله احنا الاثنين قد بعض متجوزين يعني حاجه غريبه جدع والله بص نفس البق سلمى خد يا ام بق كبير يا ام بق كبير يا جدعان بص سلمى هو ده بيقول لي خد دي دي من امك يا جدعان عمتي الزينه رساله مواجهه يا جدعان اقسم بالله كلمتني في التليفون تمام يعني الناس بيكلموني اللي هم معجبين وكده يعني واحده كمان قالت لي عمت زوز عامله ايه والله العظيم اقسم بالله العظيم بس هو توجع البق وجعت بقي جامد يا عمت زوز حسيت لي بقي واسع بصوا يا جماعه صاحب موسوعه جينيس عمل 350 شنمو واحنا هنا اقوى حظ عندنا صاحب موسوعه ندى احمد صاحب موسوعه ندى احمد عمل 58 و58 واقل واحد كان ندى جلجل مجلجل في الالعاب 32 شنمو وانتوا كمان يا جماعه ممكن تجربوها في البيت وتكتبوا لنا عملتوا كام شنمو وتكتبوا لنا في الكومنتات عملتوا كام واحد عاوز ايه كله اكتب في كومنتاتك ده عن رمضان احلى مع مين ندى احمد مع مين ندى احمد مع مين ندى احمد مع مين ندى احمد لا مش كده ندى احمد باي 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 لما تيجي تقول باي تقول ايه باي باي مفكرها في ساعة برا بص باي باي مفكرها في ساعة عشرة مفكرها في ساعة لغات كده تقول لي باي باي يلا زينة باي 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 باي